طلابنا الأعزاء، السلام عليكم. معكم دكتور رمزي، واليوم حنحكي بآخر موضوع بسنترال نيرفس سيستم اللي هو الأوبيويد أنالجيسكس. طبعاً الأوبيويد أنالجيسكس هم مسكنات ألم قوية. إحنا حكينا عن مسكنات كثيرة، حكينا عن نون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراجز والأدوية المختلفة اللي بتشتغل كمسكنات ألم. اليوم حنحكي عن نوع قوي جداً اللي هو الأوبيويد أنالجيسكس. هذول الأوبيويد أنالجيسكس بيشتغلوا من خلال أكتيفيشن للأوبيويد ريسبتورز، والأوبيويد ريسبتورز موجودين داخل جسمنا وبيستقبلوا ناتشرالي أوكرينج بيبتايد هرمونز أو نيورو ترانسميترز زي إندورفينز وإنكفالينز ودينورفينز. هذول أوبيويدز طبيعيين بنتجهم جسمنا، عبارة عن نيورو ترانسميترز بيرتبطوا على الأوبيويد ريسبتورز وبيعملوا لهم اكتيفيشن بالوضع الطبيعي. هاي الأوبيويد أنالجيسكس بنستخدمهم كأجونست على هذول الريسبتورات. طبعا شغلهم بالجسم بيكون مالتيبل، وأهم شيء حنحكي عنه اللي هو تسكين الألم والألام القوية. احنا ما بنحكي عن ألام نوعا ما بسيطة، بنحكي عن ألام قوية. إذن حنشوف أكشن على السنترال نيرفس سيستم وكمان على البريفري. فهذول الأوبيويد ريسبتورز موجودين كمان بالجي آي تي، موجودين في البرين ستم، موجودين بأماكن أخرى، فلهم دور كمان في الكنترول للبلد بريشر، بيبل دايميتر، بؤبؤ العين، بالجي آي سكريشنز، في الكيمو ريسبتور تريجر زون، تمام، وبأماكن أخرى اللي لها علاقة طبعاً في النوزيا والفوميتينج، كاف سنتر، ريسباريتوري سنتر، تمام، إذا موجودين بعدة أماكن. واللي بهمنا أكثر البين. طيب ففي عنا طبعاً أول مجموعة اللي هم ناركوتيك أجونست، تمام، والبروتوتايب تبعهم اللي هو المورفين. طبعا هذا agonist على specific opioid receptors الموجودين بالcentral nervous system. استخدامه يؤدي الى analgesia اللي هي تسكين للألم، يمكن كمان يعمل sedation، يمكن يعملنا sense of well-being اللي بسموها euphoria او الانبساط. لذلك هو drug of abuse، الناس بتحاول تسيء استخدامه لانه بيعمل شعور بالانبساط، فالمدمنين ممكن ياخذوه لهذا الشعور. كمان عنده anti tissue action، تمام، او anti cough action، فممكن يسكن الكحة، تمام. طيب كمان بيستخدم كadjunct او اشي مساعد مع الجنرال انستيزيا مشان يسكن الالم، لانه مشان يعملنا انالجيزيا، لانه دائما مع العمليات في الم، في جراحة وفي غيره ممكن تعمل الم. فانا طبعا sedation تسكين وتهدئة او calming effect، ممكن يعمل respiratory depression وهي مهمة جدا لـ side effects، تمام. side effects هون في عنا respiratory depression، ولما يصير عند المريض respiratory depression ممكن يكون كبير شوي، فبصير في عنده respiratory arrest، ممكن يموت. طيب بالنسبة لـ indication لهاي الأدوية، في عنا relief لـ moderate to severe chronic and acute pain، إذا ممكن نستخدمه في حالات الألم، تمام، من متوسطة وشديدة، pre-operatively قبل العمليات، post-operatively، ممكن كمان during labor، بس لا يحبذ استخدام المورفين تحديدا، ممكن أخوته لأنه يضعف الليبر اللي هو الطلق أثناء الولادة أو انقباض الرحم. كمان ممكن يخففوا الكف، طبعا مش المورفين ما بنستخدمه، ممكن نستخدم أخوه الكودين، تمام. كمان treatment of diarrhea، واليوم ما بيستخدموهم، بيستخدموا agents ثانيين درسناهم سابقا لأنهم أكثر أمنا، يعني آمنين أكثر. بالنسبة لل adverse effects أو side effects، فينا respiratory depression وهذا أهم شيء، لأنه معظم الناس اللي بيموتوا من overdose من المورفين وغيره بيموتوا بrespiratory depression. كمان ممكن يعمل أبنية، ممكن كارديك أرست، ممكن يعملنا شوك، ممكن يعملنا مشاكل كثيرة بالرسباريتوري سنتر، يعملوا ديبريشن زي ما ذكرنا، ممكن كمان يعمل هايبوتنشن، يضعف أو قلل الضغط، أورثوستاتيك هايبوتنشن، تمام. كمان ممكن يعملنا جاسترو انتستينال افكت مثل نوزيا وفوميتنج، وهي بيكونوا عند
first abuser او الناس لما يبدوا يعملوا abuse لهي الادويه دائما تلاقي عندهم nausea او vomiting. كمان ممكن يعمل constipation لانه بيعالج الدياريا. ممكن يعملنا بايلر سبازم، يكون في شد هيك في بالبايلري دكت، تمام. وكمان ممكن يعملنا ستيميليشن للكيمو ريسبتور تريجر زون، فبيعملنا ايش فوميتنج، نوزيا او فوميتنج. طيب عندنا المجموعه الثانيه طبعا ناركوتكس اجونست انتاغونست، تمام. اذا هاي المجموعه شوي ميكست اكشن، عندها اجونست على البعض وانتاغونست على البعض. في عنا هون بنتازوسين، بنتازوسين هو البروتوتايب. اذا اجونست على بعض الاوبيويدز وانتاغونست على بعضهم. كمان استخدامهم نفس الشيء لمودريت تو سيفير بين، تمام. وكمان السايد افكتس هنحكي عنهم منهم نفسهم. طب ممكن كمان نستخدمه في حالات المايجرين هيدكس او الام الشقيقه او الصداع النصفي. بما انه هاي الادويه drugs of abuse، فممكن الناس تعرض لاوفر دوز منها او جرعات زائده. الجرعات الزائده محتاجه انتاغونست، تمام. فممكن نستخدم نالوكسون. النالوكسون هو الانتيدوت تاع المورفين، او الناس اللي بياخذوا اوبيويدز بشكل كبير او جرعات كبيره اوفر دوز ممكن نعالج لهم اياه بالنالوكسون. اذا النالوكسون هو عباره عن انتاغونست على الاوبيويد ريسبتورز، إذا بيعمل ريفيرسل للأكشن تاع الأوبيويد. كمان نستخدمه بالمانجمنت تاع الناركوتيك أوفردوز، إذا هو أنتيدوت. وفي عنا آخر أدوية اللي هو أنتي مايجرين إيجنتس، الأدوية اللي تستخدم في علاج المايجرين هيدكس، تمام. ففي عنا إرغوت ديريفاتيفز. طبعا الإرغوت هو عبارة عن فطر أو طفيلة بينمو على بعض النبتات زي اللي بتشبه أو من عائلة القمح والشعير. ففي عنا إرغوتامين. إرغوتامين هو اللي هنحكي عنه كبروتوتايب. طبعا هو ممكن عملنا بلوك لألفا وان أدرينيرجيك وسيراتوجينيك ريسبتورز سايتس في البرين، وهون بيعملنا تخفيف للألم بهذا الشكل، لأنه مرات بيكون عندنا بعض الشرايين الموجوده بالدم بالدماغ بتكون بلسيت، يعني بتنبض، وهون بتثير نوبات الشقيقه، فبصير عند المريض اتاكس من الشقيقه. هون احنا بنحاول نخفف منها. اذا هو ممكن نستخدمهم رابيد تريتمنت اوف اكيوت اتاك اوف مايجرين في الادولتس، تمام. اذا بيخفف لنا حده هاي النوبات الشقيقة. إذا ممكن شعرنا بالنمبس خصوصا في الإكستريميتيز زي خضار، ممكن يعمل مصل بين، ممكن كارديوفاسكولار إيفنز زي بالسنسنس، تمام، ويكنس، تشست بين، ممكن يعملنا أرثميا، ممكن يعملنا إدما، إتشنج، تمام. ممكن يعمل إماي كمان، ماي كارديال إنفاركشن، تمام. ممكن كمان يعملنا ستيميليشن للكيمو ريسبتور تريجر زون، وممكن يعملنا نوزيا وفوميتنج جاي من هذا المجال. كمان ممكن دياريا يعمل، ممكن كمان يعملنا زي ما كنا نوزيا وفوميتنج، ممكن سيفير ثيرست يكون المريض كثير عطشان، تمام. وممكن يعملنا تشست بين وتغيرات على ضغط الدم. وفي عنا طبعا اخر مجموعه هنحكي فيهم تريبتانز. تريبتانز هون في عنا السوماتريبتان هو البروتوتايب تاع هذه المجموعه. طبعا بيرتبط على السيراتونين ريسبتورز، وبيعملنا فازو كونستريكشن للكرينيال نيرفز فيسلز، وهون بيخفف لنا من اعراض الساينز والسبتومز تاعت الشقيقه او الصداع النصفي. احنا بنستخدمه اكيد في تخفيف الام الشقيقه او الصداع النصفي اللي بيصير عند المرضى. طيب وبنلاحظ انه قريب كثير من البروفايل او السايد افكت بروفايل اللي حكينا على الادويه الاخرى اللي هو الارغوت ديريفاتوس. طيب وهيك يعطيكم العافيه، وكونوا انهينا
طبعا اقراوهم اكيد السايد افكتس او اطلعوا عليهم، وهيك بنكون انهينا السنترال نيرفس سيستم او الادويه اللي بتاثر على السنترال نيرفس سيستم.